السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع وهران بالضبط في منطقة بلجير لنعرفكم على هذه الإقامة الكبيرة جدا واللي تقع في مدينة بلجير واللي تحتوي على مركز تجاري ومسجد وعدة ملحقات، بالإضافة إلى كونها إقامة سكنية فيها شقق للكراء أو للبيع. إذن هنيئا لهذه الإضافة النوعية في النسيج الحضاري، خاصة في الأحياء الجديدة التي تعرفها مدينة وهران. إذن إضافة يعني ملموسة في النسيج العمراني. أترككم مع نهاية الفيديو، السلام عليكم.